المسائية، أهلا بكم، وهذه أبرز العناوين. قمة التعاون الإسلامي ببنجول تختتم اليوم باعتماد بيان ختامي أشاد بمبادرات المملكة في محيطها الإقليمي ومتعدد الأطراف. ضيفنا من مراكش أستاذ العلاقات الدولية محمد نشطاوي. بيت مال القدس الشريف يقدم ببنجول حصيلة المنجزات بين 2019 و2024، ويقيم معارض موضوعاتية تبرز منتجات أرض فلسطين. الفقرة الرياضية مع أسامة العبادي. ترصد مجهودات إصلاح وتأهيل البنى التحتية الرياضية في أفق احتضان المملكة للكان 25 ومونديال 30. ومحنة ابن اللسان رواية جديدة يقربنا من مضمونها، مؤلفها جمال بن دحمان ضيف ركن هذه المسائية. أهلا بكم. بعد أن دامت أشغالها ليومين، قمة التعاون الإسلامي اختتمت اليوم بغامبيا باعتماد إعلان بنجول وبيان ختامي من أهم خطوطه، تثمين مبادرات المملكة المغربية على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف، كما هو الحال بخصوص جمع الفرقاء الليبيين حول طاولة الحوار وتقريب وجهات نظرهم والدعم الموصول لفلسطين. ضيوف بنجول أشادوا أيضا بالأهمية الاستراتيجية لمبادرات جلالة الملك محمد السادس تجاه الدول الإفريقية، كما أكدوا الرفض التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول المنضوية تحت مظلة المنظمة. التفاصيل في مراسلة لمحمد ماجري والتحرير لسعيد أجنة. أسدل الستار على أشغال الدورة 15 لمؤتمر التعاون الإسلامي، وأبرز مخرجات هذه القمة دعم القضية الفلسطينية مع التركيز على نبض خطاب الكراهية ومعاداة الإسلام. المشاركون أشادوا أيضا بدور جلالة الملك في حماية القدس الشريف إلى جانب المشاريع التنموية المنبثقة على لجنة القدس. نقدر جلالة الملك كل الجهود التي يبذلها بشكل شخصي وكالمملكة المغربية في العمل لتخفيف العبء والمعاناة لشعبنا الفلسطيني وتحديدا مدينة القدس. لا شك أن كلمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله كعادة جلالته هي الكلمة التاريخية التي تفتخر بها الأمة الإسلامية، وهي كلمة معبرة عن هذه المشاعر الطيبة وعن هذا الدعم اللامحدود الذي كان لجلالته ولأسلافه المنعمين بالنسبة للقضية الفلسطينية. قمة كان خلالها التأكيد على الرفض التام لكل المخططات الانفصالية التي تستهدف المس والإضرار بسيادة الدول ووحدة وسلامة أراضيها. الدول الأعضاء في المنظمة مدعوة إلى اعتماد مقاربة شاملة ومتكاملة لتعزيز الجهود المبذولة لمكافحة العوامل الأساسية التي تغذي انتشار التطرف والإرهاب والانفصال بجميع الدول. البيان الختامي تطرق لكل المواضيع التي تهم الدول المشاركة من إرهاب وتطرف وكذا المواضيع الاقتصادية، ومن هنا أريد أن أشكر جلالة الملك محمد السادس على كل ما يقوم به من مبادرات لصالح الدول الإفريقية من أجل النهوض بقارتنا. مؤتمر القمة الإسلامي ثمن مبادرات المملكة المغربية على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف، كما كان التأكيد على أهمية المبادرة الملكية للدول الإفريقية الأطلسية الهادفة إلى تعزيز روابط التعاون والاندماج بين الدول الإفريقية المطلة على المحيط الأطلسي. ومن مراكش ينضم إلينا مباشرة محمد نشطاوي، أستاذ في العلاقات الدولية. مرحبا بك سيدي. إذن البيان الختامي لهذه القمة 15 لمنظمة التعاون الإسلامي ركز بشكل واضح على مبادرات جلالة الملك والمملكة المغربية، وذلك على أصعدة عديدة بما في ذلك ما يرتبط بالمجهودات لرأب الصدع بين الإخوة الليبيين ومكافحة الإرهاب وكذا الاهتمام بالبعد والامتداد الإفريقي للمغرب. يعني سيدي هناك تقدير بين لما تقوم به المملكة، كيف نقرأ هذه المواقف التي عبرت عنها المنظمة في البيان الختامي؟ شكرا على الاستضافة. مرحبا. بالفعل فالبيان الختامي جاء مؤكدا لما جاء في الرسالة الملكية للدورة 15 لمؤتمر منظمة التعاون الإسلامي، والذي أكد فيه صاحب جلالة
على مختلف القضايا العادلة التي تهتم بها المملكة من قبيل الصراع العربي الإسرائيلي وخصوصا التدخل الإسرائيلي في غزة والوضع في غزة. كذلك أكد صاحب الجلالة على الخطاب الكراهية الذي يمس الإسلام، إلى جانب الحديث عن مختلف مشاكل والأزمات التي تعاني منها البلدان الإسلامية والدور الذي يلعبه المغرب لا وساطة فيما يتعلق بحل النزاعات، ولا كذلك تعاونا وشراكة خصوصا مع البلدان الإفريقية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من قبيل المبادرة الأطلسية ومن قبيل كذلك أنبوب الغاز المغربي النيجيري. وهذا يؤكد بالفعل عدالة القضايا التي سطرها صاحب جلالة في رسالته والتي أكد عليها البيان الختامي للمنظمة. سيد، يعني جهود المملكة ليست مقتصرة على محيطها الإقليمي بل تتعدى ذلك كما هو الأمر بالنسبة لتقديم الدعم التقني وزيادة القدرة على الزراعة وتعزيز الأمن الغذائي في العديد من مناطق العالم بفضل منتجات الفوسفات، وهو كذلك ما ثمنه أيضا ضيوف بانجول هذا اليوم. بالفعل، فالبيان الختامي ثمن المشاريع المغربية الرامية إلى تحقيق التعاون جنوب جنوب في إطار سياسة رابح رابح، والتي عمل المغرب على الاهتمام بها وسطر استراتيجية طويلة المدى فيما يتعلق بتحقيق الأمن الغذائي وكذلك الأمن الصحي، وأن تكون هناك وساطة فيما يتعلق بالأزمات في إطار برنامج إفريقيا 2063 بدون أسلحة. وأكيد أن المغرب من خلال هذه البرامج عمل على التأكيد على أنه يعمل لصالح ومن أجل ومع الأفارقة في مختلف المجالات، سواء تعلق الأمر بالقضايا السياسية والقضايا الجيوستراتيجية وكذلك الاقتصادية، إلى جانب ما هو صحي وما هو إنساني. من المواقف الأساسية أيضا التأكيد على رفض أي بساس بالوحدة الترابية والسيادية للدول الأعضاء في هذه المنظمة. سيدي، ما أهمية ذلك وفي أي سياق يعني يأتي هذا التأكيد وهذا الموقف؟ بالفعل، وهذا يتناسب مع السياسة المغربية التي طالما ربطت ما بين الحركات الإرهابية والجهادية وكذلك الحركات الانفصالية. وأكيد أن تأكيد البيان الختامي على هذه القضية هو يأتي لمصلحة المغرب ولصالح الرؤية المغربية التي تنظر إلى أولا عدم التدخل في الشؤون الداخلية، تنظر إلى البحث عن الشراكات والتعاون، تنظر إلى ما يمكن أن يعمل على مزيد من التنسيق والتعاون بين البلدان الإفريقية وكذلك البلدان العربية، خصوصا في ظل النأي عن التدخل في الشؤون الداخلية والنأي كذلك عن دعم الحركات الانفصالية. وهذا يؤكد بالفعل وبما لا يدع مجالا للشك بأنه تأكيد للقانون الدولي وتأكيد كذلك للقرارات الأممية المرتبطة بدعم مغربية الصحراء والعمل على جعل مبادرة الحكم الذاتي مبادرة مهمة من أجل حل هذا المشكل. ولذلك فأظن بأن تأكيد هذا البيان هو تأكيد البيان الختامي على هذه القضية هو تأكيد كذلك للرؤية المغربية التي تعمل من أجل قضايا المصيرية للقارة الإفريقية بالخصوص وكذلك القارة وكذلك البلدان الإسلامية، مزيد من التعاون، مزيد من الشراكة بعيدا عن إثارة النعرات والحركات الانفصالية وكذلك المس بالشؤون الداخلية للدول. فكرة واضحة، شكرا لك الأستاذ محمد النشطاوي، أستاذ في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من مكتبنا بمراكش. نبقى في سياق انعقاد هذه القمة، لجنة القدس التي يرأسها جلالة الملك محمد السادس والمنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي اللجنة وعن طريق وكالة بيت مال القدس الشريف عرضت حصيلة منجزاتها في المدينة المقدسة خلال السنوات الخمسة الأخيرة التي اقتربت من 14 مليون دولار وفق تقرير صادر عن اللجنة وزع على المشاركين في هذه الدورة. تقرير أكد أن الوكالة مستمرة تحت الإشراف الشخصي لجلالة الملك في دعم ووصل الساكنة المقدسية من خلال مشاريع اقتصادية واجتماعية وسكنية وتعليمية وثقافية أيضا.
وكالة بيت مال القدس الشريف على هامش القمة أقامت معارض موضوعاتية متنوعة أبرزت غنى المنتجات ذات المنشأ الفلسطيني، من بينها تلك المستخلصة من أشجار الزيتون ذات الرمزية الخاصة عند الفلسطينيين عموما. إقبال كبير شهدته هذه المعارض كما سنتابع في مراسلة لمحمد ماجري والتحرير لشيمان علام. منبر ثقافي يعبق بروح الفن والتراث ويعكس جمالية وتنوع الثقافة الفلسطينية من قلب العاصمة الغامبية بنجول. معرض وكالة بيت مال القدس ضم منتجات من أصل شجر الزيتون وزيوت نباتية وحلي للزينة وأعمال من الخشب والمجسمات، منتجات ممولة من قبل الوكالة في إطار برنامج مبادرة أهلية للتنمية البشرية في القدس. أشد بشكل كبير جدا على هذه العطاءات وعلى هذا الجمال الذي تقدمه بيت مال القدس، وأمل إن شاء الله أن تستمر بشكل أكبر وأفضل. جهود مقدرة من لجنة القدس، وما شاء الله يعني فكرة طيبة جدا، يعني عرض المنتجات للأشقاء في فلسطين ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. لوحات وصور تحكي قصص العطاء والمساعدة الاجتماعية من أرشيف اجتماعات لجنة القدس أثثت المعرض، بالإضافة إلى كتب ومنشورات أضفت لمسة ثقافية مميزة وعززت التفاعل بين الزوار. له رمزية كبيرة جدا لتأكيد الحضور الفلسطيني، ونأمل إن شاء الله أن يكون المستقبل هو مستقبل القدس أفضل بكثير مما هو عليه الآن. معارض مهمة تقدم حصيلة عمل الوكالة خلال فترة ما بين الدورتين 2019-2024، وهي بقيمة 13.8 مليون دولار، وكلها منجزات في القدس في القطاعات الاجتماعية. كما وزعت الوكالة تقريرا آخر عن حصيلة العملية الإنسانية الأخيرة التي أمر بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس للسكان الفلسطينيين بالقدس وغزة تزامنا مع شهر رمضان الماضي. بعلاقة مع الأراضي الفلسطينية، قطاع غزة المحاصر والرازح تحت وطأة العدوان الغاشم لسبعة أشهر ما زال يحصي شهداءها، وقد دنا عددهم وفق تقديرات فقط من 34,700 شخص. تقتيل ودمار واسع على الأرض ولا تباشير واردة بخصوص التوصل إلى هدنة إنسانية تكبح ولو قليلا من تأزم الوضع الإنساني هناك. نتابع مع حمزة إيت مسعود. بالعشرات لا زالوا تحت ركام البنايات، ومن ثم نقلهم للمستشفيات بلغ عددهم 29 شهيدا و110 مصابين في آخر 24 ساعة. القصف الإسرائيلي على غزة أودى لحدود اليوم بحياة 34,683 شهيدا وإصابة ما يفوق 78,000 شخص، أرقام تزداد مخاوف ارتفاعها مع ازدياد احتمالات اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح. وتضررت كل المنطقة حوالي ما يقارب 10 بيوت، دمار شامل. وهذا يعني مش يعني دورنا فيش فيها لا سلاح ولا فيها مقاومين ولا فيها ولا شيء. زي ما انتم شايفين يعني ما فيش أمان في رفح، وين ما تروح قصف، وين ما تروح ضرب، وين ما تروح كلنا تبهدلنا أغراضنا حالنا، والحمد لله رب العالمين. مفاوضات الهدنة في قطاع غزة لم تحرز بدورها أي تقدم خلال اجتماع القاهرة في ظل تمسك كل طرف بشروطه، في انتظار انطلاق شوط مفاوضات جديدة الثلاثاء المقبل. صراحة لا، يعني صرنا متعودين على السيناريو نفسه، تسلسل الأحداث نفسه، وفي الآخر بتفشل المفاوضات، فما أعتقدش يعني صار عندنا يأس إنه المفاوضات تنجح. نأمل من الله إنها تنجح يعني، وهذا أمل كبير وشعور إحنا بنتمناه من أشهر يعني. واحد يرجع لبيته، يرجع لدياره، لأننا بيتي هو ها طبعاً هيكون بيتي خيمة هبنيها برضو تاني من أول وجديد على بيتي اللي هو مهدوم. 212 يوما من العدوان الإسرائيلي على غزة، سبعة أشهر قضاها أزيد من 2.4 مليون فلسطيني داخل القطاع في رعب القصف والدمار والمجاعة وسوء الأوضاع الصحية.
دوليا دائما. قرابة 8 ملايين تشادي مدعوون غدا الاثنين لاختيار رئيس يقود البلاد للفترة المقبلة، رئاسية يتنافس فيها على وجه الخصوص الجنرال محمد ديبي ورئيس الوزراء المعارض السابق ساكسي ماسارا. انتخابات يبدو الفاصل الأكبر فيها الشباب الذين يمثلون جزءا كبيرا من ساكنة هذا البلد الواقع وسط إفريقيا. نعود إلى حمزة إزم سعود. التشاد على موعد مع الاقتراع الرئاسي لاختيار زعيم البلاد المقبل خلفا لإدريس ديبي إيتنو الذي توفي في عام 2021. تشاد التي تخضع لحكم المجلس العسكري تشهد منافسة 10 أسماء، أبرزها محمد ديبي إيتنو نجل الرئيس السابق، وأيضا ساكسيس ماسارا رئيس الوزراء الحالي في المرحلة الانتقالية. أستطيع القول بعزم على أن فوزنا يوم غد سيكون أكيدا إن شاء الله. سيكون بلدنا في خدمة مواطنيه وسنبني مستقبل الأجيال القادمة. التشاد سيكون لأجل التشاديين. ويرى التشاديون أن الاقتراع القادم فرصة لاستعادة الأمل في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم، تباين في وجهات النظر حول مستقبل البلاد، لكن رغبة المشاركة في الاقتراع تتزايد بين أوساط الشباب. نحن نريد رئيسا يستطيع فهم احتياجات الشباب ويتمكن من الاستجابة لها، لذلك لا زلت مترددة بشأن المرشحين. انتظاراتنا هي رئيس ينجح في تدبير البلاد وفي التفكير في كل السكان والاهتمام بطلباتهم. بعد ساعات قليلة سيتوجه نحو 8 ملايين ناخب إلى مكاتب الاقتراع في نجامينا وغيرها من مدن ومناطق تشاد لاختيار رئيس البلاد المقبل وللخروج من نفق الفترة الانتقالية في بلد ثلث ساكنته أقل من 24 عاما. المسائية متواصلة وفيها أيضا زيارة إلى محيط سد علال الفاسي الذي يستقطب سياحا كثر، ومعرض تشكيلي جماعي بالبيضاء تيمته الإنسان والأرض. وقبل ذلك الغيث الذي شهدته المملكة نهاية أبريل الماضي كان بوقع إيجابي على الزراعات الربيعية والمراعي، ما شجع الفلاحين على مباشرة عملية الحش لتوفير الكلائل الماشية قبيل أسابيع من عيد الأضحى، وهو ما نرصده من منطقة ولماس بإقليم الخميسات في ريبورتاج ليوسف لطفي والتحرير لمحمد بوبكر. ارتوت الأرض بما جدت به السماء خلال الشهر الماضي بجامعة ولماس ليتأمل محمد في محصوله بدقة قبل أن يمنح الضوء الأخضر لمباشرة عملية الحش لتوفير الكلائل الماشية. نسبة الإنتاج ارتفعت في هذه الضيعة بشكل ملحوظ مقارنة مع العام الماضي. المناطق حدانا جا داك الصهد داك الجفاف قلت لهم الزرع صفار صفار، كيفي واخا جات الشتا من بعد حنا استفدنا منها 1000%، هما استفدوا منها في الربيع ولكن ما استفدوش فيها في الفلاحه. هذا العام هذا مزيان، الشتا تقات الموقف وجا الخير سيدي ربي، اللهم لك الحمد، التراكتورات كاملين محركين كل شيء خدام. بصحوة يفحصون جودة المحصول بعد موسم فلاحي استثنائي. رغم توالي سنوات الجفاف فلاحو الماس يؤكدون أن ارتفاع الجماعة والموقع عن سطح البحر بأكثر من 1200 متر مكنه من الحصول على نتائج إيجابية خلال الموسم الحالي. كانت الشتاء بالنسبة تأخرت على الناس أخرين كان الفضل ديالها علينا حنايا، وبالنسبة لهذا الموسم الوقيته ديال الربيع راه هو الأوجه ديال العطاء ديال هذه البلاد هذه. كما كتشوفوا الحمد لله المنطقة راها كلها مزهرة بالنباتات والألوان الحمد لله. نعم مزيان اللهم لك الحمد، بالنسبة للفوراج، بالنسبة للربيع، بالنسبة للكسيبة، بالنسبة للفلاحة. تساقطات ساهمت بشكل ملحوظ في توفير الكلائل الماشية بعدما فاقم الجفاف وضعية مربي الماشية بجماعة والماس بإقليم الخميسات خلال السنوات الأخيرة. في الخبر الرياضي، احتضان المواعيد الرياضية الدولية الكبرى كما هو الحال بالنسبة لتنظيم كأس العالم ببلادنا يستلزم استعدادا كبيرا. بخصوص ذلك عقد الخميس الماضي بمقر وزارة الداخلية بالرباط
عقد اجتماع ضم مختلف القطاعات الحكومية المعنية، وذلك بغية إرساء منظومة موحدة للعمل الجماعي المشترك وأجرأت خارطة طريق مندمجة التي أساسها التفعيل الأمثل للالتزامات وتحقيق اتقائية المبادرات والتدخلات وانسجام برمجتها في تكامل للأدوار بين مختلف الأطراف المتدخلة، ما سيمكن من توفير كل الظروف والإمكانيات لضمان نجاح المملكة في كسب رهان تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي إلى جانب كل من إسبانيا والبرتغال. وجهود إصلاح وتأهيل البنية التحتية الرياضية لاحتضان المناسبات الكبرى على الوجه الأمثل هو موضوع الفقرة الرياضية لهذه المسائية مع أسامة عبادي. مرحبا بك أسامة. مرحبا بك رحمة. إذن يعني منذ الإعلان عن احتضان كأس العالم 2030 وقبله الكان ومواعيد أخرى، بدأ الحديث عن ضرورة تأهيل البنية التحتية لتتماشى وأهمية هذه المواعيد. ماذا عن الملاعب التي ستحتضن هذه المباريات المرتقبة؟ إذن رحمة، يمكن القول بأن الأشغال تسير بوثيرة جيدة في هذه الملاعب، والأهم الحرص على احترام المدة المحددة. أكدت الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية أن الأشغال من خلال بناء وتأهيل الملاعب التي ستستضيف نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2025 ومونديال 2030 تسير بشكل جيد وتحقق تقدما كبيرا، لتكون هذه المنشآت الرياضية والمرافق التابعة لها مطابقة للوائح الكاف والفيفا. المغرب يراهن على تأهيل 6 ملاعب لتنظيم نهائيات كأس أمم إفريقيا، إضافة إلى بناء ملعب جديد بإقليم بن سليمان من أجل احتضان نهائيات كأس العالم. الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية أفادت بأنه تم اتخاذ جميع التدابير لضمان تقدم الأشغال في الملاعب المعنية بوتيرة ثابتة حتى تكون جاهزة في الوقت المحدد لاستضافة نهائيات الكان القادم الذي ستحتضنه الأراضي المغربية، حيث سيتم بناء وتأهيل ملعبي الأمير مولاي عبد الله بالرباط والملعب الكبير بطنجة، فيما سيتم تأهيل الملاعب الأخرى على مرحلتين، هم الأولى الامتثال لمعايير الكاف خلال الفترة ما بين 2023 و2025، فيما سيتم في المرحلة الثانية الامتثال لمعايير الفيفا في الفترة ما بين 2025 و2028. بالنسبة للمركب الرياضي محمد الخامس بمدينة الدار البيضاء، فسيتم تأهيل بنائه على معايير الكاف فقط، على اعتبار أنه سيستضيف مباريات نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي ستنظم بالمملكة، في انتظار تشييد الملعب الكبير للدار البيضاء الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم. كما أوضحت الشركة أن الأشغال على مستوى المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط تحرز تقدما كبيرا، حيث تمت إزالة مضمار ألعاب القوى للسماح بزيادة الطاقة الاستيعابية من 46,000 متفرج إلى أكثر من 65,000، إضافة إلى تشييد عدد كبير من المنشآت من قبيل موقف للسيارات تحت أرضي، وفيما يتعلق بالملعب الكبير بمراكش والملعب الكبير بأجدير والملعب الرياضي بفاس، أكدت الشركة أن الأشغال الجارية حاليا تركز بالأساس على تحديث البنية التحتية الداخلية عبر إعادة تطوير كامل لغرف تغيير الملابس وتحسين المدرجات لضمان رؤية مثالية من جميع المقاعد مع ضمان سلامة المتفرجين، وفيما يتعلق بالجوانب الفنية فالأشغال جارية كذلك على تحديث أنظمة الإنارة والصرف الصحي والمرافق الصحية بجميع الملاعب، إضافة إلى تركيب أنظمة للتكييف والتهوية بأحدث الطرق العالمية. رحمة، إذا شركة سونارجس يعني تحرص على تأهيل هذه البنى، لكن الأكيد أن الاستثمار في هذه المنشآت الرياضية لا يجب أن ينحصر على الكان والمونديال. كيف يمكن للمغرب الاستفادة من هذه المنشآت ما بعد هذين الموعدين؟ التفكير في الاستفادة من هذه الملاعب بدأ خلال فترة التهيئة لها رحمة. إذن الشركة الوطنية لإنجاز وتدبير المنشآت الرياضية أشارت كذلك إلى أن عملية تأهيل الملاعب المعنية تهدف إلى تأهيلها لاحتضان فعاليات بعيدة عن كرة القدم، سواء كانت رياضية أو فنية أو ثقافية، وأكدت أنه سيتم تصميم المرافق التابعة للملاعب بطريقة مرنة للتكيف مع الاحتياجات المتنوعة للأنشطة السالفة الذكر، وبالتالي تعزيز الاستخدام الأمثل لهذه المباني، حيث سيتم إلى اهتمام خاص بإنشاء مساحات ترحيبية خاصة بالأسر
الحصاد، وخارج الملاعب ستهم الإصلاحات تحسين جمالية المناطق المحيطة وجعلها أكثر سلامة من خلال إعادة تطوير جدران الملاعب وإدخال تحسينات على مواقف السيارات، سواء تلك الخاصة بكبار الشخصيات أو لعامة الجماهير. وعندما نتحدث عن الاستعمالات المتعددة للمنشآت الرياضية، يتبادر للذهن ملاعب كأس العالم بألمانيا، حيث تمت الاستفادة من ملاعب المونديال على نحو كبير من خلال إقامة حفلات موسيقية، مسابقات مختلفة، تقديم منتجات تقنية. وهذا ما نتمناه، أن تكون الملاعب الوطنية مستقبلا قادرة على التكيف مع الاحتياجات المختلفة من أنشطة رياضية أو غير رياضية. وعلى ذكر رحمة الملاعب، فأكثر ملعب مشهور باحتضانه للحفلات والسهرات هو ملعب ويمبلي معقل المنتخب الإنجليزي. شكرا لك أسامة عبادي، إلى الأسبوع المقبل. شكرا لك رحمة. بعيدا عن عالم الرياضة، العطلة البينية فرصة تستغلها أسر عديدة للسفر بعيدا عن ضجيج المدن، وهو ما توفره عادة المناطق الجبلية المترامية على مستوى جهة فاس مكناس. في الربورتاج نستكشف محيط سد علال الفاسي بإقليم صفرو، إليه يحج عدد كبير من السياح. ربورتاج سارة جابري ودريس الكوهن. بعيدا عن ضوضاء المدينة وعلى هذه الإطلالة البانورامية بسد علال الفاسي، اختارت هذه العائلة معانقة الطبيعة والاستمتاع بآخر لحظات العطلة المدرسية في جو هادئ ومريح. نشهدين عطلة دونك قلنا علاش لا نجيو نبدلو شوية، راك عارف داك الزحام ديال المدينة، وخلاص ملي كتكون مدينة كبيرة دونك كتهرب شوية من التلوث، من داك التوتر ديال النهار كتجي. وجينا بصراحه للمنطقه اليوم، حنا عندنا فيها 3 ايام، عجبتنا بزاف. عجبتني الرحله خاصه لافي على السد، وكان طباع اولي كنفكر انها غتكون رحله ممتازه. بينما يختار البعض الاسترخاء بين احضان الطبيعه لاعاده شحن طاقتهم، يفضل اخرون السباحه في مياه بارده للاحساس بالانتعاش. جيت من سلا وجيت مع عائلة، مع ماما وبابا وخويا. تزامن مع العطلة المدرسية جينا وجبنا وليداتنا، واستمتعنا هنايا بهاد المناظر الخلابة اللي هي الطبيعة والسد، وتنحس بوليداتنا بأنهم ارتاحوا وتلقينا حسن الضيافة والكرم. وقلنا علاش لا ما نديروش حنا هاد الطبيعة الرائعة الخلابة وهاد المنظر على سد علال الفاسي، نديروا واحد المشروع اللي يتيح للناس ديال المنطقة والناس ديال المغرب كله. يقع سد علال الفاسي على بعد 18 كيلومتر شمال شرق صفر على نهر سبو، محيطه يجمع بين المياه العذبة والهواء النقي، يتيح فرصة حقيقية لزواره لقضاء ساعات من الاستجمام والابتعاد عن صخب الحياة اليومية. في النشرة صفحة ثقافية نستهلها بخبر إصدار رواية جديدة تحمل عنوان محنة ابن اللسان لصاحبها الأكاديمي والكاتب والناقد المغربي جمال بن دحمان. رواية تنقل حكايات الكلاميين الذين تتحول سلعتهم إلى محنتهم كما يظهر على ظهر غلاف هذه الرواية. وعنها يحدثنا مؤلفها جمال بن تحمان في ركن هذه المسائية. تحل ضيفا علينا، مرحبا بك. مرحبا سيدتي. إذن على غلاف هذه الرواية نقرأ حكايات الكلاميين الذين تتحول سلعتهم إلى محنتهم، يعني هي جملة كافية لإثارة فضول القارئ. ما الذي تقدمه داخل هذه الرواية؟ شكرا للصدارة، رحمة على الصدافة، ومن خلالك الشكر موصول للقناة الثانية. مرحبا. رواية محنة من اللسان هي رواية تتكلم عن الكلاميين كما أسميهم، أو الذين يشتغلون باللسان، مادتهم الأساسية هي اللسان، أقصد بذلك الصحفي، المحامي، المعلم، والراوي أيضا. بمعنى آخر، المتن الحكائي للرواية يحاول أن يتحدث عن تلك السلطة الكبرى التي يمتلكها المتكلم. نحن نعرف بأن صاحب الكلام هو صاحب السلطة أصلا، وما دام صاحب سلطة فلا بد أن يدخل في مواجهة مع سلطة أخرى، مثل ما هو الحال مع السلطة المجتمعية أو مع السلطة الثقافية، مع السلطة الدينية، مع السلطة التدبيرية أو الإدارية. كل واحد من هؤلاء الأربعة يدخل في مواجهة مع سلطة ما، ومن هنا محنته. طبعا عندما أقول المحنة هنا لابد أن نستحضر أن المرجعية تتحكم في ذلك، لأن الرواية
في بعدها الثقافي، تستحضر ما هو عرفاني، تستحضر ما هو عقلاني يساري، تستحضر ما هو ديني صوفي أساسا أو فقهي بالمعنى الضيق، وهذه كلها سلط الذي يمتلك اللسان أو يتملك اللسان لابد وأن يجد نفسه ضمن ما يسميه أهل يعني الحقوق بحد السلطة بالسلطة. نعم. فسلطته هو باعتباره صاحب اللسان متمكن من الكلام متمكن من كذا، لابد وأن تواجه بسلطة أخرى، ومن هنا المحنة يعني التي هل كأنك عنها. يعني تبرز وتجلي قوة الكلمة، هذه الكلمة التي قد تنقلب إلى محنة، لكن هذا الأمر لا يرتبط ربما فقط بهذه المهنة التي ذكرتها المحامي والصحفي، لكن هل تعتقد أن الأمر لصيق أكثر بهم؟ صحيح، أنا بالنسبة للرواية هي اختارت، تعرفين أن الرواية هي عالم ممكن يبني الإنسان انطلاقا من مادة معينة، يبني متنا حكائيا وفق ما يراه. المادة الأولية موجودة وهي السياق العام مغربيا وعربيا وحتى كونيا، وضمن هذا الإطار يتم الاشتغال، بمعنى بالفعل كما ذكرت أستاذ رحمة ليس هؤلاء الأربعة فقط، ولكن الرواية اختارت أن تشتغل على هؤلاء بحكم القيمة الكبرى التي تتجلى في مواقف معينة. أعطيك مثال فقط، مثلا في ما يتعلق بالجانب الصحفي ما دمنا في استضافتكم، هناك سنجد حديثا عن الصحافة وعن ما يسمى ب حراس البوابة. وحراس البوابة مصطلح معروف ومتداول في مجال الإعلام، وبالتالي سيجد هذا الإعلامي نفسه ضمن مواجهة مع سلطات أخرى. نفس الأمر بالنسبة لرجل التعليم سيجد في ذلك ما أذكر، وأيضا حتى بالنسبة للمحامي. ولكن الأساس أيضا هو أن هذه الرواية حتى الراوي لم تعفه من المحنة، بمعنى أن الراوي يتحول بدوره إلى محكي عنه، لأنني لا أؤمن أن الراوي مجرد شخصية ورقية كما تقول بعض النظريات، بل هو شخصية فاعلة في الحكي وفي توجيه الحكي، هو أيضا له كلمة تكون قوية. أكيد. ما الذي يعني لنقل ما الذي أجج لديك رغبة لإصدار رواية في هذا السياق؟ الذي أجج هذه الرغبة هو طبيعة اشتغالي، اشتغلت في المجال الأكاديمي ودرست الرواية سنوات طويلة، ودرست الخطاب السيميائي سنوات طويلة، ودرست أيضا في الإعلام، درست إعلاميين أتشرف بوجودهم في مجالات متعددة، وبالتالي استطعت أن أكون رؤية معينة، خبرة معينة إذا شئنا أن نبسط، سمحت لي أن أنتقل من الاشتغال النقدي وفق ما تشهد بذلك بعض المؤلفات التي أصدرتها إلى المجال الإبداعي، لأنني أعتبر أن الرواية هي جنس قادر على أن يمكن صاحبه من أن يعبر عما يريد وفق ما يريد، وأن يبقى دائما ضمن مصطلح مهم وهو العوالم الممكنة، بمعنى لا ينقل واقعا، لا يجرح في هذا الواقع ولا يؤدلج هذا الواقع ويتصرف فيه بخيال حكائي. أكيد. الكاتب والأكاديمي جمال بن دحمان، شكرا لك على إغداء هذه المسائية، إلى فرصة مقبلة. بارك الله فيكم سيدتي. مرحبا. بارك الله فيكم. شكرا. نتابع بجولة بين أروقة معرض فني تزين جدرانه لوحات تمتها الإنسان والأرض، أبدعها ثلاثة تشكيليين مغاربة، كما سنتابع في ريبورتاج لرضوان بعروق والتحرير لطارق غانم. لوحات تيمتها الأرض والتشبث بالجذور، ثلاثة فنانين تشكيليين اختاروا تقنية جديدة عبر استعمال مواد طبيعية في إبداع هذه اللوحات المميزة. وضعنا هدفا في هذا العرض نحن فخورون به، لقد حاولنا استعمال مواد طبيعية وليست تلك المستعملة عادة في رسم اللوحات. عرض هذه اللوحات يأتي تتويجا لعمل دام ثلاث سنوات، نوى العريشي ونادية أصالح طبيبتان فنانتان خاطبتا الجمهور عبر الريشة بلوحات ورسائل إبداعية كثيرة. في لوحات أعمل على المواضيع الإنسانية والتعبير عن الدواخل وتحرير النفس وضغط الحياة اليومية عبر ألوان تزرع طاقة إيجابية. أشتغل كثيرا على كل ما يتعلق بالأرض
عبر توظيف مواد خام. لقد عملت على مزج الألوان الترابية، مزيج من الألوان والمعاني في لوحات مميزة وعنوانها الإنسان والأرض. في ختام المسائية نذكر بأبرز ما جاء فيها. قمة التعاون الإسلامي ببنجول تختتم اليوم باعتماد بيان ختامي أشاد بمبادرات المملكة في محيطها الإقليمي ومتعدد الأطراف. وبيت مالي القدس الشريف قدم ببنجول حصيلة المنجزات بين 2019 و2024، وأقام معارض موضوعاتية أبرزت منتجات أرض فلسطين. لمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقع القناة دوزام.ما وتطبيق ماي دوزام. شكرا لكم على حسن المتابعة، دمتم في أمان الله.